اخيرا حققت حلم والدي وفزت بالبطوله. النهارده معاكم متابعينا الاعزاء، متابعين مصر نيوز في كل مكان، معاكم من داخل محافظه الدقهليه وتحديدا من داخل مدينه السنبلاوين مع محمد عبد الباقي الفائز الاول ببطوله حورس الدوليه طبعا ليه كمال الاجسام. النهارده من داخل مدينه السنبلاوين خلينا نتعرف على محمد، طالب الثانوية العامة، يعني قدر ان هو يتغلب على صعوبات كتيرة جدا، ويمكن اولها ان هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكنه فاز على الاصحاء في هذه المسابقة. كل التوفيق وكل الدعم ليه، يعني فوزه بالمسابقة الذهبية في طبعا يعني بالميدالية الذهبية في هذه المسابقة العالمية. برحب بيك يا محمد والف مبروك. الله يبارك فيك. هتعرف نفسك للمتابعين. محمد عبد الباقي 17 سنة، ثالثة ثانوي. محمد عبد الباقي في ثالثة ثانوي 17 سنة، لاعب كمال أجسام. أولى ثانوي؟ ثالثة ثانوي. ثالثة ثانوي. يعني ثانوية عامة. كل الدعم ليك في كل المجالات. تسلم، الله يخليك. فايز بإيه بقى؟ بطولة حورس الدولية مركز أول. وواخد ربع شباب كلاسيك. وأول بطولة الفورم في المنوفية. يعني ألف ألف مبروك. الله يبارك فيكي. قدرت تحقق حلم والدك رحمة الله. الله الله يرحمه. قلت لي في البداية أنا يعني بقيت يعني أمارس رياضة، لأن والدي كان حاببني إن أنا أمارس الرياضة، وكان بيقول أنا شايف فيك دايماً إن أنت هتفوز. أيوه. ما كنتش متخيل نفسي، لكن بعد وفاته بقى ده حمل على عاتقي، ولازم إن أنا أفوز وأحقق حلمه فيا. أيوه. احكي لي بقى عن إزاي قدرت توازن ما بين، أو احكي لي في البداية عن البطولة، كانت عبارة عن كام مقابل معاك؟ في مقامة في محافظة إيه كده؟ محافظة الجيزة، نادي المنيب. كانت يوم الجمعة اللي فاتت. كنا في 19 سنة حوالي 30 لاعب في الوزن بتاعي، لأن هي تبقى بالأوزان، فكان في الوزن بتاعي حوالي 30 لاعب. الحمد لله قدرت تاخد المركز الأول عليهم، مع إن كان معايا لعيبة مش طبيعية، لعيبة واخدة هرمون وكده، وأنا الوحيد اللي كنت طبيعي يعتبر في وسطهم، بس الحمد لله قدرت أكسبهم وخدت المركز الأول، وكانت احتراف وعقد رعاية من شركة بوستا. يعني ربنا يوفقك كل الدعم ليك. يا رب. النهارده حرصت إن أنت تكون في وسط البلد، في مدينه السنبلاوين، في وسط كل الناس اللي كانت بتدعمك النهارده. ايوه. ليه بقى؟ ما انا في الاول يعني مش هبقى هم يدعموني واجي لما اكسب اخد الفرحه لوحدي، لا، الفرحه كلنا مع بعضنا، نكون مع بعض فيها، زي ما انتوا في هم كانوا معايا في الاول، نكون مع بعض في الاخر وانا فايز، ما بقاش لوحدي في كل حاجه، يعني هم كانوا معايا ساعه التشجيع وساعه التدريب وساعه كل حاجه، مش لما اكسب البطوله اكون لوحدي، لا، يفرحوا معايا. بس دايما الثانوية العامة حمل تقيل. كون ان انت تقدر توازن ما بين الثانوية وما بين ممارسة الرياضة، بالنسبة لك الموضوع شاق شوية، فده بالنسبة لك نجاح كبير. قول لي قدرت ازاي تعمل ده؟ يعني انا واخد على كده الحمد لله من بداية الثانوية، لان انا اصلا بتدرب من وانا عندي 14 سنة. فواخد على يعني واخد على ان بعرف ما بين التدريبي ودروسي وحاجاتي من دي. لان من 14 سنه وانا بلعب، يعني بقى 3 سنين دلوقتي. فبالنسبه لثالثه ثانوي بقى، فكل حاجه مقسمه، يعني مذاكرتي في وقتها، دوسي في وقتها، تدريبي ووجباتي نظام، كل حاجه لها وقتها، بطولاتي ليها مواعيدها عارفها، بقسم دوسي على نظام مواعيدي كده. الوجبات المعينه او نظام الغذاء المعين اللي بيمشي عليه اي رياضي، خاصة اللي بيدخل مسابقات او بيشارك في مسابقات عالمية، بيبقى يعني يمكن قاسي شوية. بالجرام. يتناسب مع طالب ثانوية عامة. بالجرامات. التركيز والمذاكرة والكلام ده. ايوه، الاكل بتاعنا بالجرامات. يعني كان بيأثر عليك ولا الدنيا كانت؟ لا، هو يعني كان يعتبر كان بيأثر حاجة بسيطة، بس كنت بقدر اقاوم واركز عشان برضك ما اضيعش نفسي، يعني عشان اشد في حاجة واضيع في التانية، لا، بقاوم عشان اشد في التانية كمان. وما ضيعش الاثنين مني. فرقت معاك الرياضة؟ فرقت جامد. فرقت من ناحية جسمي وكل حاجة، في تركيزي، في كل حاجة. تكلمني عن المستوى العلمي، هل كنت بتشوف أثر ممارسة الرياضة على المذاكرة، على التركيز، على الكلام؟ كنت الأول مش عارف أركز، دلوقتي بقيت بقدر أركز، يعني كنت بقدر أركز وأنا بذاكر. مين أكتر حد كان بيدعمك يا محمد بشكل عام؟ أولا كان والدي الله يرحمه. الله يرحمه. بعد كده بقت والدتي. هي والدتي كانت معايا برضك في الاول ايام والدي، بس والدي كان اكتر. فدلوقتي لما والدي توفى بقت والدتي هي اللي بقت معايا مكان والدي، وهي الاثنين مع بعض. والدك متوفي تقريبا العام اللي فات، وانت متوفي؟
متوفي بقاله سنه وشهرين اهو. الموضوع اثر عليك دراسيا او رياضيا؟ لا هو كان مؤثر معايا. انا اصلا حوار البطولات ده مش بداته غير بعد وفاه ابويا. يعني انا في حوار البطولات ده من شهر 2 اللي فات. كانت اول بطوله ليا مع الكابتن محمد. عشان تحقق حلم والدك. ويعني الوحيد اللي يعني يعتبر اللي واقف معايا وجنبي وساعدني الكابتن محمد العربي. هو ده اول كابتن واقف معايا. هو كابتن محمد. يعني الكابتن محمد؟ هو الوحيد اللي واقف معايا. تقريبا الجيم كله النهارده اسمه كابتن محمد. برحب بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك. عرفنا بيك. انا الكابتن محمد العربي مدرب كمال اجسام. دايما كنت مرافق مع محمد؟ والله محمد كلمني من فتره عشان كان فاحنا جهزنا سوا وسافرنا اسكندريه سوا وكنت معاه لحظه بلحظه والحمد لله شارك وربنا كرمه بمركز اول. دايما يعني هو كان معايا في كل الفئه اللي كانت معاه في دوره الخطه. حاسس ان هو الموضوع معاه فارق ان محمد ما بيتعاملش مع الناس على هذا المبدا خالص. لا ولا بيمارس رياضه على اساس كده. حاسس ان هو بيتعامل زي بقيه الناس. زي بقيه الناس. انا مميز عنه. ده هو احسن كمان. هو احسن. العزيمه والاراده اللي عنده مش عند اي حد. لا ما شاء الله عليه. عنده عزيمه واراده كبيره جدا واحنا شغالين على ده يعني. وربنا كرمه بدا البطوله 2 و3 وكلها بسم الله ما شاء الله مراكز حلوه، مراكز اولى كلها. شاركين معاه من محافظات معانا مثلا الدقهليه بس؟ من الدقهليه ومن اسكندريه ومن البحيره ومن كل حته. يعني من كل محافظات مصر؟ من كل محافظات. ما شاء الله بعد طبعا خضوع لاكثر من متابعه ولاكثر من يعني نقول عليه ايه؟ بطوله. بطوله تمرين ودايت والتزام. وصل لفورمه كويسه باذن الله. تصفيات مثلا؟ وفي بطولات جايه كتير باذن الله وهيشارك ان شاء الله قريب في بطوله احمد علي الدوليه فاجر احتراف ان شاء الله. كمان تقريبا معاه يعني بالاضافه لفوزه بالمركز الاول لمسابقه فرس الدوليه. ان هو كمان معاه كارت الاحتراف ده اهله لبطوله احمد علي اللي هي فاجر احتراف وباذن الله يعلق. وقال لنا كمان ان هو يعني جاله مسابقه تقريبا بطوله في ليبيا بس للاسف ما هي الاسبوع الجاي جواز سفر بقى وكده فهو بياخد وقت فللاسف مش عارف يطلع. يعني كل التوفيق ليه ولحضرتك. الله يخليك يا باشا. الله يخليك. كابتن محمد. كابتن محمد العربي. بشكرك جدا. الف شكر يا باشا تحت امرك. كابتن محمد انا عايزاك تيجي كنت هتوقعونا عايزاك تيجي عند محمد هنا لو ممكن. يعني حاجه وبالصدفه خالص جميله هنا النهارده. خلينا يعني نعرف ايه اللي حصل بالظبط. برحب بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك. اعرف حضرتك المتابعين. محرك كابتن محمد الحلو عندي 41 سنه. احب اقول للمتابعين حاجه مهمه جدا. ان انا كنت مبطل تمرين بقالي حوالي 11 سنه. ورجعت التمرين بسبب محمد. ازاي بقى اشرح لي؟ ازاي؟ والله انا كنت هنا في زياره كابتن علي يوم السبت اللي فات ده. فلاحظت محمد جوه بيتمرن. فلفتني اصراره لفت نظري اصراره وعزيمته. واكتر الظروف اللي هو فيها هو طبعا من ذوي الهمم هو على دماغنا طبعا من فوق بس اللي هو انت ذوي الهمم وبتتمرن امال احنا المفروض يعني ربنا بيزق حاجه هي مش عندنا طبعا طبعا فهو ده اللي دفعني ارجع التمرين تاني فهو محمد كان اكبر حافز وانا عايز اقول للناس اللي بتشاهدنا دلوقتي وبتشوف حضرتك زي محمد كان حافز ليا يبقى حافز للكل حافز للناس كلها يا جماعه الرياضه للجميع الرياضه مش لحد معين محمد فعلا بطل الابطال محمد في رغم الظروف اللي هو فيها عمل بطولات وعمل ميداليات دخل ماتشات يعني انا ما دخلتش ماتشات لان الماتشات دي بقى لها تحضير خاص واكل خاص و كل حاجات خاصه انا بلعب الرياضه للرياضه الرياضه اللي هو العقل السليم في الجسم السليم فانا عايز اقول للناس برك اللي هي رابطه نفسها بتدخل الجيم بحاجات معينه كمكملات او هرمونات او الكلام ده ما تربطش نفسك بالقصه دي يعني الا لو انت ناوي تخش بطولات او تطلع على مسرح فده اتجاه تاني خالص له اكله له شربه له مصاريفه اللي فوق طاقه اي حد بصراحه يعني له تعبه في التمرين حرفيا بيقول للناس ان الاعاقه ما بتبقاش محمد بيثبت للناس مقوله ان الرياضه للجميع يعني الناس كلها كانت مفكره ان الرياضه ديت لحد معين او فئه معينه او سن معين لا الرياضه يا جماعه الرياضه للجميع العب رياضه عشان صحتك العب رياضه علشان ما تبقى من بره حلو وتبقى من جوه برضه حلو تحافظ على الكليه بتاعتك تحافظ على الكبد بتاعك تحافظ على النفس بتاعك كل صورك يبقى مظبوط دهون ثلاثيه ما فيش
نفسك يبقى مظبوط، مفاصلك تصحح حلوه، اهم حاجه المفاصل العظم. فكل ده بصراحه محمد عمله لنا. معانا الكابتن زياد طبعا هيبنا في الجيم. تعالى كابتن زياد لو سمحت. طبعا هو كابتن زياد يتكلم عن موضوع المفاصل والتشريح العضلي والكلام ده كله، بما انه دلوقتي يعني يعتبر ماجستير في التربيه الرياضيه، تمام؟ هو يتكلم احسن مني في المجال ده. اتفضل يا كابتن زياد. زعل روح عامله ايه؟ اهلا وسهلا، زعل روح عامله ايه؟ كلمنا بقى عن محمد وعن بدايه لما جه لنا الجيم، حسيت ايه المميز فيه اللي ممكن يأهله ان هو يدخل مسابقات عالميه زي دوت لو يفوز فيها بمركز اول؟ والله هو محمد يعني ابتدى معايا بقاله اكتر من 4 شهور او 3 شهور ونص، فلما لقيته اتمرن هنا او جاينا في الجيم بدات الاقي يعني الدافع اللي عنده او الحافز اللي عنده، غصب عني لازم اقف معاه في الوقت ده. غير كده اللهم صل على سيدنا محمد. اقول لك ايه بس؟ الاراده والعزيمه اللي عنده، لا دي اساسي، دي اللي حاجه اللي خلتني اقف معاه. لو ما كانش في اراده ولا كان في عزيمه ما كنتش اقف معاه، تمام؟ تاني حاجه محمد يعني بحس العقليه اي حاجه بقولها له بيسمعها، ما بينزليش كلمه، اي حاجه بقولها بيسمعها بالظبط كده، سواء في تغذيه سواء في تمرين في نوم اي حاجه. تالت حاجه بقى احب اقول له الف الف مبروك، وان شاء الله مزيد من النجاحات والحاجات القادمه باذن الله كويسه. هاخد من وقتك ثواني. تحت امرك. محمد طالب ثانويه عامه. تمام. والتغذيه بالنسبه للجيم بتبقى صعبه. ممكن قاسي. تمام. ازاي حضرتك اللي بتكتب ليه النظام الغذائي في فطوره عشان يمشي عليه وما يأثرش عليه؟ لا محمد بطل، والبطل دايما هيعمل اي حاجه، اي حاجه حضرتك تتخيلها بقى هيعملها. هيحاول يتأقلم، ما بينامش هيجي يتمرن، ما بياكلش هيجي يتمرن، المهم العاملين اساسيين ايه هم؟ الاكل والنوم، كل واتمرن كويس ونام كويس خلاص كده تلاقي الدنيا حلوت معاه، والفورمه والديفينيشن بتوعه يفضلوا دايما في اعلى حاجه. هسألك على حاجه ثانيه، اتفضلي. كتير من اطفالنا، مش هقول شبابنا، اطفالنا اقل من 18 سنه النهارده بيتجهوا للجيم علشان خاطر ضعيف وزمايلي بيتمروا عليا، فانا اروح الجيم عشان ابقى عندي عضلات. الناس فاهمه القوه غلط، مش عارف بصراحه. القوه والشخصيه ان انا عضلات، لا هو خاطئ عند الاطفال، مش هقول الشباب يعني. مش شرط، مش شرط عشان ينمي شخصيته ويتمرن رياضه زي الحديد او كمال اجسام، ممكن يلعب اي رياضات تانية زي السباحه مثلا، حاجات مثلا قتاليه زي الملاكمه، الكاراتيه، الكونغ فو، ايا كان، فمش شرط الحديد. طب هل فعلا لو طفل او طفله عندهم مثلا قصور بنياني او ضعف تمام، لعب جيم هل ده صحي ليه؟ مظبوط. لا بص حضرتك، الجيم لاي حد، ومش شرط عشان طفل اقل من 15 سنه يتمرن بحديد واوزان عاليه، مش شرط، ممكن يجي يتمرن كارديو، يتمرن حاجات بوش اب بوزن الجسم، فمش شرط دايما كل حاجه تبقى بحديد حضرتك. طيب لو اتكلمنا، خلاص سيبوني لو اتكلمنا عن ذوي الاحتياجات الخاصه، صعب ان احنا نشوفهم في جيم. تمام. محمد وداخل جيم كمان ما شاء الله عليه، حقق مستوى يحلم بيه ويطمح ليه كتير جدا. تمام. انت بيبقى في صعوبه معينه مختلف عن غيره؟ لا والله بالعكس خالص، زي ما قلت لحضرتك في الاول، الحافز والعزيمه هما دول الحاجتين اللي خلوه دايما مكمل. حتى في يوم مثلا يجي يكلمني يقول لي لا انا مش عارف اتمرن، لا يا كوتش انا عندي مش عارف ايه، اقول له لا انزل. في ساعتها الاقيه نزل، سواء ساعه ساعتين الاقيه نزل بعدهم. فهنرجع نقول تاني، العزيمه والاراده هما اللي يعملوا اي حاجه ويعملوا اي بطل. بس تحت امره، تحت امره كابتن زياد، تحت امره. نرجع للبطل بتاعنا النهارده، قبل ما اخد كلمه من والدتك، لان والدتك فرحانه، فاجئتنا ان النهارده عيد ميلادك، فعيد ميلادك مع فوزك يعني الف الف مبروك وكل سنه وانت طيب. وانت طيبه. النهارده بعد فوزك وحسيت ان انت حققت حلم والدك، تقول ايه بقى لكل الشباب اللي في سنك، الشباب اللي واخدين الرياضه كمثلا نفخ عضلات مش اكتر؟ لا غلط، الرياضه مش نفخ عضلات والكلام من ده. اول حاجه عشان صحتك، علشان تقدر تكمل، ما تجيش بعد 30 40 سنه ما تقدرش تتحرك. لا الرياضه تخليك تتحرك، تقدر تسوي لسه شباب في يعني سن كبير، لا الرياضه تخليك شباب. ما بتفرق معاك في المذاكره؟ في من بتفرق طبعا، في التركيز كده بتفرق معاك، بتفرق الحاجات دي كلها. كل التوفيق ليك وكل الدعم ليك محمد عبد الباقي، زي ما حضراتكم شايفين محمد عبد الباقي معوض،
ترتيب المركز الاول بطوله فرس الدوليه طبعا مقامه في محافظه الاسكندريه. محمد طبعا برضو ما شاء الله عليه الهيئه المنظمه البطوله شركه يعني احد الشركات ويعني شهادات احنا بنتصورنا معاك في المنزل ما شاء الله لا تعد ولا تحصى كتير جدا والميداليات اكتر منها كل التوفيق والدعم ليك. الله يخليك. ايه اللي جاي بقى بعد المسابقه دي؟ بطوله احمد علي وكان جالي بطوله في ليبيا بعد الكات الاحتراف بس ما قدرتش اطلعها لان كان في ظروف سفر وكده وجواز وكانتش قادر اطلع. انت حلمك توصل ايه؟ انا يعني انا اتوقف بدايه حلمي اهو انا حلمي اوصل للعالميه بس الحمد لله لسه دولي وبعد كده ان شاء الله افريقيا وبعد كده عالميه ان شاء الله. فاجئونا النهارده يا محمد او كابتن محمد ابن مدينه السنبلاويين ان انت هيتعمل لك بنرات في شوارع مدينه السنبلاويين وكاتبين عليها فخر السنبلاويين محمد بطل يعني كمال الاجسام. ايوه. بتقول ايه بقى للناس هنا يعني؟ والله مش عارف الساعه. انت جمعت ليه؟ اقول ايه؟ تسلم الله يخليكي. ناخد كلمه من والدتك بشكرك جدا. زي ما شفتوا معانا متابعينا الاعزاء. متابعي مصر نيوز محمد يعني لم تعوقه اي معوقات طبعا ان هو من ذوي الاحتياجات الخاصه ده كان دافع اكبر ليه عشان يحقق حلمه وحلم والده معاه. والده محمد او الكابتن محمد برحب بيك يا فندم. اهلا وسهلا. الف الف مبروك لمحمد. الله يبارك فيك. قاعده زعلانه ليه؟ مفيش كان نفس والده يبقى موجود بس مش اكتر. يعني انت معاه بالدنيا وربنا يتغمد والده بس على رحمته طبعا كل الدعم لمحمد. فاجئونا النهارده ان في بنرات تكون موجوده في كل مكان طبعا في مدينه السنبلاويين يعني دعما لابن السنبلاويين وفخر الاهليه. تقولي له ايه النهارده؟ اقول له ربنا يكمل لك ان شاء الله بخير وكل سنه وانت طيب اولا عشان النهارده عيد ميلاده مع البطوله. ربنا يكرمك يا ابني ويكمل المسيره اللي كان باباك نفسه فيها. قال له انا معاك يا محمد لغايه النهايه بس الحمد لله. هو النهارده حقق حلم والده اللي سعى اليه جاهدا كتير. كنت بتنصحيه وقلت لي قبل التصوير خليك في المذاكره يا ابني وسيبك من الجيم وفول نفسك والمسابقات دي مش هتفيدك بحاجه كاي ام قلبها على ابنها علشان يحقق مستوى علمي معين. لكن هو كان بيرد عليكي ويقول لك ده حلم بابا انا مش هتنازل عنه. ايوه فعلا لان بابا قال له انا فضيت لك وانا معاك مطرح ما تروح انا معاك بس يلا يعني الحمد لله وحسب الله ونعم الوكيل في اللي خلونا في الوضع اللي احنا فيه دوت وربنا يجيب حقه يا رب. تمام يعني قضية تانية مش هندخل فيها لكن طبعا مش عايزة اتكلم بقى في الجانب ده. انا عايزة النهاردة نفرح بمحمد. الف مبروك ليه على فوزه بالمركز الاول في البطولة حرس الدولية وكمان على عيد ميلاده كل سنة وهو طيب. انت طيب وحبيبي ودايما في نجاحات وتفوق دائم. بشكرك جدا يا فندم. شكرا لحضرتك. بشكركم جدا متابعينا الاعزاء. زي ما شفت مع حضراتكم محمد بطل النهارده رفع اسم محافظه الدقهليه ومدينه السنبلاويين والجميع يعني اسم عالي. ربنا يوفقه لم تعوقه اعاقته طبعا هو من ذوي الاحتياجات الخاصه لكن ده كان داعم ليه علشان يحقق حلمه وحلم والدي ليه. بشكركم جدا متابعينا الاعزاء متابعين مصر نيوز وللقاء في تغطيه جديده. بشكركم جدا والسلام عليكم. شكرا لك.